مساء الخير. كنا فاكرين انه بمجرد ما خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اول امبارح بعد اعلان فوزه بالمنصب انتهى، هتبدا التحليلات لمضمون الخطاب والتوقعات للفتره الاولى من حكم الرئيس السيسي بناء على الكلام اللي قاله في خطابه. لكن الواقع كان غير كده خالص، واتضح ان اهم سؤال شغل الناس بعد انتهاء الخطاب هو المشير اسمر ليه؟ بالظبط، هو ده السؤال. فجأة بقت شبكات التواصل الاجتماعي ساحة للقتال بين معارضي الرئيس السيسي اللي أكدوا إن لون الرئيس سببه إنه كان بيصيف ومش حاسس بالبلد ولا بهموم الناس، وإن ده بيتنافى مع دعوته للناس دايما للتقشف بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتعيشها البلد. على الجانب الثاني، بذل أنصار الرئيس الجديد مجهود كبير علشان ينفوا عنه ده، وكأن التصيف دلوقتي بقى تهمة لازم يتبرؤوا منها، مع أن قطاعات كبيرة جدا المصريين بيصيفوا كل سنة بصرف النظر عن أحوالهم المادية، وكأنه خلاص يعني الرئيس اتأكدنا أنه الرئيس فعلا كان بيصيف أو ما بيصيفش، وكأن الخطاب ما لفتش نظرنا أنه في حاجة غير لون بشرة الرئيس. طيب لما الكلام ده بيجي من شباب الفيسبوك ممكن نتفهمه، خاصة ان احنا شفنا الجدل ده في مواقف قبل كده كتير. يعني شفنا مثلا وقت الخطاب برضو خطاب المشير السيسي لما اعلن فيه ترشحه وخوضه للانتخابات الرئاسية، كانت الناس منشغلة بخلفية المشير السيسي وتحدثوا برضو وخد الموضوع منهم وقت كبير في الحديث عن الخلفية وليه الخلفية شكلها كده وليه الوانها كده وما إلى آخره. كمان شفنا قبل كده مع الرئيس السابق محمد مرسي لما شفنا أنصاره إزاي كانوا بيبرروا له كل تصرف وبيتكلموا عن كل حاجة بيعملها ويحاولوا دايما يطلعوا بسرعة بمبررات ويدافعوا بدون ما يبقى فيه تهمة أصلا. لكن لما الموضوع كمان يوصل للجرايد وتفضل الجرايد تتكلم مع مصادر وتعمل وتتكلم معاهم عن تفسيرات عن سبب اسمرار الرئيس السيسي، يبقى كده في تجاوز لحدود المنطق تماما. يعني مثلا شفنا جريدة المصري اليوم عملت تقرير طويل وعريض قالت فيه ان سبب اسمرار المشير السيسي هو في إلقاء الخطاب كان قيامه بجولات في الفترة اللي فاتت أو سبقت إعلان النتيجة، ونقلت عن صفحة الجهاز لوزارة الداخلية عن بعض الضباط إن السيسي بداية من يوم السبت اللي فات وهو بيقوم بزيارات ميدانية غير معلنة ويتفقد خلالها مشاريع الشباب من صوب زراعية وتجهيز لبناء محطات طاقة شمسية لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات، وكمان تفقد محطات تحليات المياه المستخدمة في زراعة تلك الصوب الزراعية. مش عارفة هل يعني هم بيدافعوا عن المشير السيسي ولا بيورطوه، لأنه أكيد ناس كتير من المعارضين ممكن تسأل أو من الناس حتى مش المعارضين اللي بتتساءل وبتطرح أسئلة، بأي حق يقوم المشير السيسي بالجولات دي قبل إعلان النتيجة رسمية؟ جريدة الوطن كان ليها رأي تاني وقالت نقلا عن الحملة الرسمية للمشير ان سبب اسمرار لونه كان وجود عيوب في الإضاءة والإخراج، وقالت الحملة ان ضيق الوقت وضرورة انه الرئيس يقول خطاب ويلقي خطاب عقب إعلان النتيجة لشكر المصريين ومنافسه كان السبب في وجود الأخطاء دي. عموما وممكن يكون التفسير ده برضو قريب للمنطق. باختصار كده ياريت نركز على القضايا اللي محتاجة تركيز وبلاش نضيع جهدنا ووقتنا على قضايا هامشية وهي مش قضايا أصلا ومش هتنتهي. بعد الفاصل نشوفكم. جولتنا الصحفية من جريدة الوطن وخبر عن استعدادات المحكمة الدستورية العليا لاستقبال مراسم أداء المشير السيسي لليمين الدستورية كرئيس للبلاد. المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها قال انه اداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستوريه هيكون الساعه 10:30 يوم الاحد امام اعضاء الجمعيه العامه لمستشاري المحكمه الدستوريه، واكد ان عدد الحضور لمراسم اداء رئيس الجمهوريه لليمين الدستوريه هيكون 102 شخص، بما يتفق مع ساعه قاعه الاحتفالات الكبرى بالمحكمه واللي ستقام فيها المراسم.
من ناحية تانية قال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة في تصريحاته للوطن إن في تنسيق بشكل كامل بين المحكمة وبين أجهزة الأمن وبين مؤسسة الرئاسة والحرس الجمهوري لتأمين المبنى خلال أداء اليمين. وقالت مصادر قضائية إن قوات تابعة للحرس الجمهوري عينت قاعة الاحتفالات الكبرى وكمان فحصت كاميرات المراقبة للتأكد من سلامة الكاميرات، وكمان مراجعة نظام الصوت الخاص بالقاعة للتأكد من عمله في وقت الاحتفال. بالنسبة بقى للضيوف العرب والأجانب اللي هيتم دعوتهم لحضور مراسم تنصيب السيسي، قالت وطبعا مش هيكون في المحكمة الدستورية، قالت جريدة الأخبار نقلا عن مصادر مطلعة أنه تم استبعاد 4 دول بصورة نهائية، مش هيتم إرسال أي دعوات ليهم لحضور المراسم، والدول دي هي تركيا وقطر وسوريا وإسرائيل. وأكدت المصادر أن الرئاسة تلقت بعض التأكيدات والردود على حضور بعض الملوك والرؤساء ووفود رفيعة المستوى من بعض الدول العربية والإفريقية ودول حوض النيل وأوروبا، وأنه تم بالفعل إرسال دعوات لحوالي 40 دولة عربية وإفريقية وغربية، ومن بين الدول اللي وافقت على الحضور السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن وفلسطين وإيران وروسيا والولايات المتحدة. اتكلمنا معاكم امبارح عن تصريحات مرشد الإخوان وقلنا أن قيادات الجماعة من الواضح أنها منفصلة تماما عن الواقع ومش قادرة تستوعب لسه اللي حصل. ده بيأكده النهاردة الخبر اللي نشرته جريدة الشروق عن رد فعل الرئيس السابق محمد مرسي على إعلان فوز المشير السيسي بالرئاسة. الجريدة قالت أن مرسي تابع بيان اللجنة العليا للانتخابات من خلال التلفزيون الموجود في محبسه، وأنه فضل ساكت وهو بيسمع النتيجة وما صدرش عنه أي تعليق. وبمجرد انتهاء البيان وإعلان فوز المشير، قال مرسي لطاقم الحراسة المسرحية كملت وسرقوا شرعيتي وشعبيتي، وفضل يؤكد لهم أنه تعرض لانقلاب عسكري وأنه مازال الرئيس الشرعي للبلاد. ده طبعا كان فصل من المسرحية المستمرة من الإخوان المسلمين وإنكارهم بقيادتهم بجماعتهم بمؤيدينهم وحتى بالرئيس السابق، لأنه لسه واقفين قبل 30/6/2013. نتنقل لموضوع مثير للجدل واللي بيخص مراقبة وزارة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب الخبر المنشور في جريدة الوطن، رفض العميد محمد عبد الواحد المتحدث باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تسمية اللي هيحصل بأنه مراقبة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي، وقال إنها مجرد تجميع لبيانات عن المشتبه بهم فقط وليس لجميع المواطنين كما أشيع، وإنها هتكون بعد استصدار إذن من النيابة العامة، يعني الموضوع مش هيكون بشكل عشوائي ومش لكل المواطنين. وقال إن المراقبة هتبدأ بعد 6 شهور من دلوقتي وهتطبق فقط على المشتبه فيهم من خلال جمع معلومات بتخصهم من شبكة الإنترنت بهدف حماية المجتمع والمواطنين. وأوضح كمان وأكد إنه أحكام الدستور والقانون زي ما بتكفل للمواطن الحرية بتكفل برضو للشرطة تأمين المواطنين وحمايتهم بالشكل القانوني. في تعليقها على الموضوع ده قالت منظمة العفو الدولية إن استعداد السلطات المصرية لإدخال نظام جديد لتنفيذ المراقبة الجماعية العشوائية لوسائل الإعلام الاجتماعية بمثابة ضربة مدمرة للحق في الخصوصية وحرية التعبير في البلاد. وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الخطط اللي حطتها السلطات المصرية لمراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل عشوائي بتكشف قلة الاعتبار لحقوق الإنسان ولسيادة القانون، على أساس إنه المواد من 51 ل 93 من الدستور الجديد بتؤكد حماية المواطن وخصوصيته وعدم التغلغل في حياته الخاصة. عموما يعني ده كان بيانهم، ودينا شفنا تصريحات وزارة الداخلية اللي بتؤكد انه المسألة مش هتكون بالشكل العشوائي اللي الناس متخوفة منه. بعد الخطاب المؤثر اللي ألقاه الرئيس المؤقت عدلي منصور امبارح وخروج كلام عن انه ممكن يكون رئيس مجلس النواب الجديد، المستشار عدلي منصور قال في تصريحاته الخاصة لليوم السابع انه لسه ما حددش قراره، او يعني ما خرجش لسه بالقرار بالعوده الى منصبه رئيسا للمحكمه الدستوريه العليا بعد اداء الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوريه يوم الحد المقبل. واكد منصور في اول تصريحات ليه انه بيعشق منصه القضاء ولسه بيفكر في امر العوده، ولكنه لسه ما حسموش حتى الان.
دي كانت أبرز عناوين الصحافة المحلية. نروح للصحافة العربية اللي مالهاش كان شغل إلا السيسي ومراسم تنصيبه وشكل المنطقة العربية بعد وصول حاكم قوي لسدة الرئاسة في مصر. هنستعرض النهاردة معاكم نماذج من النشر حول هذا الشأن. خلينا نبدأ بخبر مهم بثته وكالة الأنباء المغربية واس ونقلوا موقع دوت مصر المصري. خلونا نقرأ لكم الخبر. بعد ليلة البيانات مقابلة مفاجئة بين الملك عبد الله وبين زايد. الخبر ده منشور في وكالة الأنباء المغربية. بدون إعلان مسبق التقى اليوم في الدار البيضاء العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ويأتي اللقاء بعد ليلة واحدة من إعلان فوز المشير عبد الفتاح السيسي بالانتخابات في مصر، وهي نفس الليلة التي أصدر فيها الملك عبد الله بيان تهنئة للسيسي مطالبا بعقد مؤتمر للمانحين لمصر ومشددا على عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وكان محمد بن زايد قد أصدر بدوره بيانا أكد فيه على تأييده لبيان الملك عبد الله، وقال إن الإمارات ستساهم بإرادة صادقة في كافة الجهود التي من شأنها تمكين الأشقاء في مصر من مواجهة مختلف التحديات وبما يحقق لهم ما يصبون إليه من عز وكرامة وتطور ونماء. يذكر أن العاهل السعودي يقضي بعض الوقت في على سبيل الراحة في المغرب وأوكل لولي عهده إدارة شؤون البلاد خلال ذلك منذ أيام. طبعا الخبر ده بيخلينا أن احنا يعني نروح لبعض تنبؤات البعض بأنه كمان هذا اللقاء بيسبق المراسم اللي احنا في انتظارها يوم الأحد المقبل، وإعلانهم بأنهم أو إعلان دولة الإمارات وإعلان طبعا المملكة العربية السعودية حضورهم ومشاركتهم في حفل المراسم، وأنه ممكن يكون ده برضو خطوة أو هذا اللقاء ممكن يكون خطوة بتسبق أو استعداد لوجود وجودهم في هذا الحفل. وكمان بيخلي البعض يفكر في فكرة القوة العربية الجديدة أو التحالف العربي الجديد اللي هنشوفه كمان في المستقبل القريب ما بين الإمارات وما بين السعودية وطبعا مع مصر. نروح لصحيفة أو لجريدة الحياة اللندنية ونقرأ مقال بعنوان السيسي مرشد الحلم العربي، كتبه سعود الريس وبيقول فيه: ولعل فوز عبد الفتاح السيسي بكرسي الرئاسة في مصر يسرع من إعادة صياغة هذه المنطقة ويعزز تلك الفكرة ما تبعها من تهنئة خادم الحرمين الشريفين للسيسي في خطاب يختلف عن خطابات التهنئة المعهودة، لأنها قدمت خارطة طريق لمصر وللمنطقة، وهو ما يجعلني أؤمن أنها واحدة من أبلغ ما سمعت في وقت لا تخرج فيه التهاني عن مجاملات وعبارات إنشائية فخمة. فوز السيسي لم يكن مفاجأة في الشارع المصري، حدد خياراته مسبقا وعندما أزاح بالكابوس الإخواني عن السلطة وأعادهم إلى السجون حيث ينتمون. لذلك لم يكن هناك عمل جدي يقوم به السيسي حتى يوم أمس، وهو ما استعرضته تهنئة خادم الحرمين الشريفين لإدراكه حجم المخاطر التي تهدد مصر وتهدد شعبها خلال الأيام المقبلة، ومن ثم الحلم العربي الذي كان مشروعا ويندرج تحت خانة السراب. اليوم لا ننكر أن مصر مشغولة بإعادة ترتيب بيتها من الداخل، وربما لا تكون أداة فاعلة في المنطقة إذا استمرت تلك الفوضى تعبث بأمنها. على النقيض من ذلك تقف السعودية، فهي تعيد استراتيجيتها وعقيدة الدفاع لديها وتتحول إلى قوة عسكرية في المنطقة بدعمها يدعمها بذلك استقرارها الداخلي وإمكانتها الاقتصادية واستراتيجيتها. ودخلت الإمارات على الخط داعما أساسيا لتحول المنطقة وإرساء توازناتها، ومن ثم تشكل لدينا أكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة وفي صفهم أقوى دولة عربية عسكريا وسكانا. هذه الخلطة أحيت لدينا حلم لتشكيل وحدة عربية تواجه المشاريع الأمريكية بفوضاها الخلاقة التي تحدث عنها أو عداها الملك عبد الله من قبل. طيب من هذا المقال ونروح لصحيفة البيان الإماراتية اللي نقل تفاصيل على لسان الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي حول علاقة المشير السيسي وشكل مصر القادم تحت عنوان مصر اليوم أكثر قوة وتماسكا.
وانه قال انه بمناسبه انتخاب الرئيس المصري اجتمعت مع الرئيس السيسي مرات عديده عندما كان يتولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وكان دوما صاحب رؤيه واضحه وراي سديد حول مختلف المواضيع المطروحه للنقاش، وساهم بشكل فعلي في تسريع تنفيذ العديد من المشاريع الانمائيه للامارات العربيه المتحده في مصر، وذلك انطلاقا من حرصه على ان يستفيد المواطن المصري من هذا الدعم. دي كانت ابرز يعني الاخبار والمحطات اللي تحدثت عنها الصحف العربيه، واللي جت بعد كمان بيان للملك عبد الله ملك السعوديه وتهنئته للمشير عبد الفتاح السيسي، وكمان دعوته لمؤتمر لمانحي مصر ويعني ومبادراته الدائمه على فكره من وقت 30 يونيو حتى، مش بس بعد فوز المشير عبد الفتاح السيسي. ده كله بيخلينا فعلا نتوقف زي ما كتاب العرب توقفوا عند القوة الجديدة، القوة العربية الجديدة، وفكرة انه ازاي هيكون في مواجهة بين هذه الدول، وانه هيكون وخاصة ان احنا زي ما احنا شايفين الكاتب تحدث عن القوة العسكرية والقوة البشرية مع السعودية ودولة الامارات. هنشوف اكيد مشهد جديد ومشهد مختلف للمنطقة العربية في الفترة القادمة. بعد الفاصل ده نواصل معاكم. النهارده ذكرى هزيمه 5 يونيو 67، الهزيمه بكل مرارها والانكسار بكل حصرته. اقول لكم بصدق وبرغم اية عوامل قد اكون بنيت عليها موقفي في الازمه، فانني على استعداد لتحمل المسؤوليه كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها إمبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحا، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر. ده يعني من أبرز أو يعني من أبرز المشاهد اللي مرتبطة عندنا بنكسة 67، هو خطاب التنحي للرئيس جمال عبد الناصر في ذلك الوقت بعد الهزيمة، بعد ما ثقة الشعب اتهزت في هذا الوقت، وكانت ضربة موجعة في روح المصريين. لم يشفي هذا الغليل إلا عبور أكتوبر العظيم، ومن قبله طبعا حرب استنزاف جليلة سجل فيها الجيش المصري واحدة من أنبل معاركه مطلقا على مدار عدة سنوات، زي ما البعض بيشوف انه معركة الاستنزاف او سنوات الاستنزاف هي اللي في الاخر كمان وصلتنا ل 67 بعد عفوا ل 73 بعد انهاك العدو على مدى سنوات الاستنزاف. للاسف احنا ما عندناش توثيق بشكل كافي للمرحلة دي وللوقت ده، محتاجين ان احنا نشوف اكتر، يعني خاصة ان احنا كل شوية بيطلع لنا جزء جديد بيورينا جانب ما كناش نعرفه عن المرحلة دي. خلونا النهاردة عموما نناقش تزييف الوعي العام وكذب الصحافة يومها والإعلام عموما على المصريين وبث أخبار كاذبة
عن مجريات المعركة. خلونا نناقش ازاي ممكن الاعلام ما يتورطش، وازاي المفروض انه يحرص انه ما يتورطش في تزييف وعي شعب في لحظة حرجة من تاريخه. معانا هاتفيا الاستاذ محمد فوزي، مساعد رئيس تحرير جريدة التحرير. و يعني مبدئيا اقول لحضرتك مساء الخير. مساء النور. نقرا ازاي عناوين الصحافة المصرية يوم 5 يونيو؟ بداية القراية هتبقى لها علاقة بالجو السائد في المرحلة دي، وجو الشحن، التعبئة العامة، حالة التعبئة العامة الإعلام كان بيقوم بيها في الوقت ده، والتعبئة أو الشحن كانت لها علاقة طبعا بالرئيس، شخص الرئيس الموجود في هذه الفترة هو الرئيس جمال عبد الناصر. لكن أنا عندي تصور تاني، مش تصور، مختلف يعني لما كان يجري. المواطن برضو في حاله كان يعني مغلوب على امره. اولا وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه كلها كانت في قبضه الدوله المصريه في الوقت ده، فبالتالي هذه الوسائل كانت تعمل وفق اليات ووفق جدول ووفق تصورات الدوله المصريه. كانت وسائل اعلام مملوكه للدوله، فبالتالي كل ما تقوم به هو تخديم على سياسات الدوله واهدافها. في الوقت ده اعتقد ان كانت هناك اقلام، يعني هي كانت احاديه وبيعتبرها البعض ان هي خارجه عن السرب او شارده عن السرب الموجود، لكن هناك بعض الاقلام كانت بتكتب انه المبالغه في قوه مصر ده مرفوض، المبالغه في وصول مصر لحدود اسرائيل مرفوض. زي مين؟ كان في اقلام، يعني انا اعتقد مثلا ان منهم الله يرحمه المرحوم محمود عوض، كان في لويس، دكتور لويس عوض، كان في توفيق الحكيم، بعض يعني هي كانت اقلام على استحياء، وفي يعني وفي مرات تكاد تكون نادره، لكن كان في اقلام، واعتقد الاقلام دي كانت بتلقى من القبول والمصداقيه ما يؤهلها انه يتم الاستماع اليها. طيب انا عايزه استغل بس المحطه اللي احنا وقفنا عندها دي واحاديه الاقلام، واروح لاستاذ احمد الفخراني وهو مؤسس موقع قل وقل ضد الصوت الواحد. موقع قل ضد الصوت الواحد يعني هو حائز على جائزه دوتش فيلا الالمانيه. ويعني مساء الخير استاذ احمد، ويعني حضرتك برايك ايه لو كان موقع مثلا زي موقع قل موجود في هذا الوقت؟ لا، هو موقع قل لو كان موجود في هذا الوقت طبعا ما كانش هيتاح له الحريه اللي انتزعت دلوقتي، يعني او ما اعتقدش ان هو كل وجود في الوقت ده. اعتقد الاعلام ساعتها كان مؤمم، ما كانش فيه انسحاب، ما كانش فيه انترنت، احنا موقع انترنت زي ما انت عارفه، ما كانش فيه مساحات اللي هي بقت مكان كمان قبضة السلطة أقوى يعني في الوقت ده، وقادرة تسيطر حقيقي، دلوقتي ما فيش أي سلطة تقدر تسيطر بالشكل اللي هي متخيلاه. طب احنا شايفين إن أستاذ محمد فوزي طرح أسامي بالفعل كانت موجودة يعني ضد أحادية الأقلام، زي طبعا توفيق الحكيم ولويس عوض وعفوا محمود عوض، ويعني ذكر أسامي إنها كانت بتتحدث خارج السرب. يعني المقارنه بس غريبه شويه، يعني ممكن بس كنا بس اكيد هي اصوات خفيفه وكانت بتشتغل من خلال مؤسسه الاعلام اللي كانت بتسمح بحدودها وبشروطها. ازاي كان ممكن يعني يتم استغلالها لو في موجود يعني وقتها موقع زي موقع قل؟ انت عايزاني اتخيل يعني لو في موقع قل وقتها؟ لا ما اعتقدش، هو الفكره في قل هو الظرف، يعني الظرف مواتي جدا لفكره انه ان احنا كسبنا فكره ان الاحتكار الاعلامي ده فضل موجود بالمناسبه طول الوقت. يعني ما وتوظيف الوعي وموجود، ما يعني لا الشعب اتعلم من 5 يونيو ولا القياده السياسيه اتعلمت، احنا لاخر لحظه بيتم استخدام الاعلام في تفسير الشعوب بشكل او باخر يعني. لكن بقول في لحظه كده انه كان في انتصار، لانه فكره الاصوات وكمان في السلطه ما تقدرش تسيطر على الانترنت مهما عملت، ما تقدرش تسيطر على 90 مليون مهما عملوا. الظرف مختلف، اعتقد الظرف مختلف، فانا مش حابب قوي فكره الرجوع للحظه دي. هو احنا اللي احنا عملناه ان احنا حطينا خطين تحت فكره انه مفيش سلطه هتقدر تسيطر على الاعلام تاني ولا طيب. صوت الواحد ولا تقدر تعمل نتيجه. طيب هستاذن حضرتك انك تخليك معايا وارجع مره ثانيه لاستاذ محمد فوزي، ازاي السلطه في وقت ما كانش فيه انترنت قدرت انها تسيطر على الاعلام في ذلك الوقت؟
كل اليات الاعلام ده 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 يعني اعتقد انه ما كانش صعب وكانت انا في رايي انها كانت مساله سهله. فكره القبضه قبضه الدوله على الاعلام في الوقت ده سهله لان كل وسائل اللي بيخرج منها منها الاعلام هي مملوكه للدوله، الجرائد القوميه، الجرائد الحكوميه، الاذاعه، التلفزيون، كل ده في قبض الدوله. كانت هناك بعض المحاولات من لو قلنا انه في بعض وسائل الاعلام تحديدا من اذاعه مثلا الشرق الادنى او الحاجات يعني بعض الاذاعه زيها مثلا كانت ضد النظام المصري فكانت لها صوت وكانت الى حد ما برضه حتى بيتم التشويش عليه. لكن ده سهل، سهل ان انت يكون عندك وسائل اعلام على اختلافها وتنوعها وانت صاحبه القرار في من من يصدر ما يصدر وما لا يصدر، فبالتالي تقدر تسيطر عليها. لكن انا في رايي ان الاخطر من فكره اللي عمله الاعلام في الوقت ده وظل السنوات بعد كده مش ثقافه النكسه، لانها ما كانتش نكسه، كانت هزيمه، هي ثقافه الهزيمه، انه تولد لدى الشعب المصري ثقافه الهزيمه والرضاء بها. يعني مثلا على سبيل المثال كنت من شويه بقلب في النت فاكتشفت ان في مثلا يوم 11 يونيو 1967 يعني بعد حوالي ست او اقل من ست ايام على ما حدثت 5 يونيو ان جريده الجمهوريه صادره بمنشط كبير جدا اسمه الجماهير تنتصر وعبد الناصر يعود. طب ده سؤال ياخدنا لفكره المراسل الحربي، مفترض ان هو في هذا الموقع يكون ايه دوره ويعمل ايه؟ المراسل الحربي يعني نظرا لما كان يحدث الوقت ده برضه رؤيته على رصد الواقع هتبقى مش كبيره، بخلاف يعني حتى الاستاذ احمد. انا متفق مع الاستاذ احمد بفكره انه لو كان موقع كل او لو كان الانترنت موجود كان الموضوع هيختلف. طبعا كان هيختلف يعني بشكل لا يمكن قياسه ولا يمكن تصوره. لكن المراسل الحربي في اي وقت كان هو محدود في اطار الموقع اللي موجود فيه، هو بيرصد قصه خبريه موجوده في الموقع اللي هو موجود فيه او في يعني موقع الحدث اللي هو موجود فيه، لكن ابعد من هذا هو غير قادر. لكن لو في وسائل الاتصال زي الموجوده حاليا اعتقد انه كان مراسل حربي هيدينا صوره اكثر شموليه، يعني تبقى اكثر يعني رؤيتها اوضح. يعني انا المهم بالنسبه لي في هذه الذكرى هو انه الاعلام اللي فاهم في نشر ثقافه الهزيمه في المجتمع المصري لسنوات طويله منذ 67 وحتى الان قال له في ظل كل الزخم الموجود وفي ظل حاله انه يستطيع ان هو يخرج من عباءه الدوله، وبالفعل في حاجات من الممكن يعني في مواقع كثيره جدا الخروج من عباءه الدوله او فكره يعني الفكره اللي حضرتك بتطرحها هل بتتناقض مع فكره الوطنيه؟ اطلاقا اطلاقا كل اطلاقا، لانه هذا ليس قرين ده او بالتاكيد مش قرينه. يعني النقد ليس يعني معناه عدم الانتماء او خروج على الوطنيه اطلاقا، لا بالعكس. بالعكس اللي بينقد هو بيقدم وجهه نظر مختلفه فيما يحدث. هو ممكن تكون بالنسبه له يعني هو رؤيته سلبيه، لكنه على متخذ القرار وعلى الدوله في هذا الوقت ان تنظر الى هذه وجهه النظر. طيب. وتشوف يعني هل ده صحيح ولا مش صحيح. لكن فكره وصم من يقول وجهه نظر مخالفه او يدلي برايه بشكل مخالف للدوله او للمنظومه العامه اللي شغلت الدوله ان ده ضد الوطنيه وضد الانتماء، هذا كلها امور ولت وما ينفعش الانسان يعول عليها وما ينفعش اي نظام سياسي انه اصلا يلتفت ليها. طيب هستاذن حضرتك اني اروح مره ثانيه الاستاذ احمد الفخراني مؤسس موقع قل، ولو رجعنا مره ثانيه لوقت 67 هنلاقي انه كان في معلومات متداوله بشكل اكبر في الصحافه الاجنبيه عن القوى العسكريه المصريه ما كانتش متداوله بنفس الحجم في صحافتنا المحليه. في رايك ايه السبب في هذا التناقض؟ التناقض لانه الاعلام ما كانش الاعلام المصري وما زال برضه بيعاني من فكره انه الفكره اللي بنروج لها ان احنا اضعف ان احنا نعرف الحقيقه وانه لازم يبقى علينا وصي عشان نعرف الحقيقه. بعتقد انه الاعلام الاجنبي وقتها كان محقق خطوات دي يعني. كمان وبعتقد ان دي الفكره اللي لسه من زمان لحد دلوقتي بيتم ترويجها لحد دلوقتي، ان احنا اضعف ان احنا نعرف الحقيقه، ان احنا لازم يبقى علينا وصي هو اللي يقول ايه المفروض نعرفه وايه المفروض ما نعرفوش. واعتقد ده لسه في روح كده لسه روح في الجو العام كده لسه الروح دي موجوده مهما كانت هي ضعفت طبعا من الاول بس لسه موجوده ان احنا نلاقي اقربها مثلا يعني الناس شبه حتى تستحمل بس يوسف.
فاعتقد ده يعني اعتقد ده سبب. يعني بقى عندنا شكل مختلف للرقابه. شكل مختلف شكل مختلف للرقابه. عندنا الرقابه ما انتهتش طبعا. الرقابه ما انتهتش لان هو لسه الفكره الاساسيه مسيطره ان احنا مش مفترض نعرف كل حاجه. انه في حد اعلى مننا هو اللي عارف الامور تمشي ازاي. ان احنا لسه اطفال كشعب. ايه طيب ايه الاشكال اللي بتاخدها الرقابه دلوقتي بشكل مختلف عن وقت 67؟ ايه الاشكال المختلفه اللي بتاخدها الرقابه دلوقتي بشكل مختلف عن وقت 67؟ يعني الهجوم الشديد مثلا على اي صوت مختلف. ان تلاقي مجموعه مثلا من الاعلاميين هي بتضاهد حد بعينه او شكل بعينه. التهديد الجسدي، التهديدات المباشره، التهديدات من تحت لتحت، ده بيحصل طبعا. وده باين قوي من بعد 30 يونيو. فكرة الإخفاء الشديد لكل فكرة مخالفة. ما حصلش بس مع الإخوان، ده حصل مع الجميع. حصل أي صوت تاني كان ضد اللي بيحصل أو شايف أخطاء، ده كان بيتم نبذه وإخفاءه يعني، في ظل حالة من الفرح العام كده كمان يعني. طيب أنا هرجع مرة تانية لأستاذ محمد فوزي، مشاهد رئيس تحرير جريدة التحرير. أستاذ محمد، لو قلنا إنه الإعلام تعرض لحدث عظيم يعني كبير زي 67، في تصورك هل الإعلام المصري هيبتدي ياخد شكل مختلف في التغطية والتناول عن الوقت وقت 67؟ أستاذ محمد؟ أيوه معاكي. حضرتك بنتكلم ان لو ده حصل دلوقتي مثلا يعني لا قدر الله يعني. لا قدر الله طبعا. بس انا بكلم على فكره الاعلام ازاي هيتعامل وازاي هيتناول الموضوع. بصي انا برايي ان الاعلام هتجد ان الاعلام بقى منقسم. يعني لو اتكلمنا بالظرف اللي احنا موجودين فيه هيبقى فيه انقسام. هيبقى فيه اعلام طول الوقت هو شايف انه ولاؤه للدوله، ولاؤه للدوله مش للدوله المصريه بقدر ما ولاؤه للنظام السياسي الموجود المتغسس في الرئيس والحكومه. هتجد اعلام ثاني ولاؤه للحقيقه والناس. يعني هو يريد ان يخبر الناس الحقيقه او ما يريد ان يعرفوه. يعني هو بيتكلم فكره الناس عايزه ايه؟ الناس عايزه تعرف ايه؟ الناس عايزه تعرف الحقيقه، فهذه الحقيقه. هيبقى في انقسام. وان كنت في تصوري في اللحظه اللي احنا فيها دي اعتقد ان يعني معظم الاعلام هيبقى في رجب الدوله. زي ما الاستاذ احمد قال، ودي فكره مهمه وخطيره جدا، فكره انه لا زال الناس او لا زالت الدوله النظام السياسي في مصر يرى ان المصريين اصغر من انهم يعرفوا الحقيقه، من الحقيقه دي لا يجب ان يعرفها الا المسؤولين والناس الكبار، دوائر الحكم، اجهزه الدوله هي اللي تعرف وبناء تتحرك على هذه الاساس، لكن لا يجوز ان يعرف المواطن العادي الحقيقه. اعتقد انه كان هيبقى الوضع مختلف بعض الشيء، لكن في رايي وقياسا على ما حدث في الفتره الماضيه لا، كانت هتبقى برضه اصوات فرادى واحاديه وخافية الصوت، يعني مش هيبقى صوتها مرتفع ومسموع. وهيحصل نفس اللي حصل في الاعلام الغربي، هتجد ان الاعلام الغربي لديه من المعلومات ولديه من الحقائق اللي بيطرحها على الـ على الـ على الـ يعني المتلقي المصري او القارئ المصري، بيعرفوا من الحقائق والمعلومات اللي بيساها الاعلام المصري. وده اعتقد انه هيبقى بعيدا، او الجهات اللي هتاخد على تحمل على عاتقها ان هي تبقى بتوفر معلومات للقارئ مش هتبقى الجرايد ولا التلفزيونات والفضائيات. يبقى في الوسيط الجديد المرعب بالنسبه للدوله وهو المالتي ميديا، اللي هي مواقع الصوتيه والالكترونيه اللي ظهرت مؤخرا. هي دي اعتقد ان هتبقى النفيذه الجديده للقارئ المصري تخص معرفه اي شيء له علاقه بما يدور في مصر. طيب استاذ احمد، عايزه ارجع لحضرتك مره تانية وتقول لي برضو رايك، الاعلام هل هيتعامل بصوره مختلفه ولا لا؟ ما اتعلمش، لانه كمان مع تدخل يعني دلوقتي مع الاعلام الخاص بقى صوت الدوله بقى واضح جدا، لان هو دلوقتي في تزاوج مصالح ما بين السلطه والمال بشكل او باخر. يعني هم الاثنين مصلحتهم انه الامور ترجع زي ما كانت، بدعوه بقى باي دعوه، بدعوه الاستقرار، بدعوه انه الامور تتسهل عليهم زي الاول والاقتصاد يمشي، اي دعوه. بس هو ده اللي بيحصل. الخلاف هيجي لما هيبقى زي بين القط والفار ما بينهم. يعني لما السلطه، لما الدوله، لما رجال الاعمال يحسوا ان السلطه مش بتديهم اللي هم عايزينه هيقلبوا عليها. يقدروا يعملوا ده بشكل ان هم معاهم دلوقتي اصوات قويه، بس مش هيقلبوا عليها بمنطق المعارضه. يعني هيبقى زي ده، زي تفاوض تحت الترابيزه يعني.
ما اقصدش الاعلام بيتعلم من ده من اخطائه. الاعلام لسه بيدعيش المشاعر، لسه بيتعلم انا بصيغه قصر. بيقدر يشوش ونجح، ما اقدرش اقول غير ان هو ناجح. كل الموجود دلوقتي في صوت مقاومه. استاذ احمد الفخراني مؤسس موقع قل، والاستاذ محمد فوزي مساعد رئيس تحرير جريده التحرير، انا بشكركم على وجودكم معانا في الصحافه اليوم. زي ما كان في 67 كان في بعدها 73، زي ما عندنا يعني حرب بنخوضها على الارهاب في عندنا برضو انتصارات. في دايما المهم ان احنا ازاي نتعلم من الهزيمه ونحولها لنصر، وانه حتى كمان دور الاعلام انه ازاي يتعلم من اخطائه السابقه ويقدر دايما ان هو يصححها، لانه دايما الاعلام هو اللي هيصحح نفسه من جواه. بشكركم على المتابعه دي، بكره متابعه جديده في صحافه اليوم، شكرا لكم.